تشكل هذه التجمعات هدفا للتفجيرات التي طالما شهدها ريف حلب الشمالي والشرقي خلال الأيام والأشهر الماضية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين، حيث تواترت التفجيرات التي تستهدف تجمعات المدنيين والأسواق الشعبية، واختلفت طرق التفجير ما بين العبوات والدراجات وصولا إلى السيارات المفخخة. لشان ما هالتفجيرات اللي عم بصير في هالبلد، وهسه الحمد لله بنتمنى حلا وهسه بعد العيد كمان امن والامان يضل هيك على طول. اكثر شيء من الخوف من هالتفجير، لا يقوم حدا يجيب له كيس يزته بهالعب يزت لنا اياها بهال، بروح يعني الافات الشهداء. بعدين طريقه جديده لاستهداف الاسواق ظهرت في الاونه الاخيره، وهي زرع العبوات في حقائب نسائيه او في اكياس البضائع ورميها في الطرقات أو إيداعها في أحد المحال التجارية وتفجيرها عن بعد. وقد شهدت مدينة الباب مؤخرا تفجيرين من هذا النوع، وأسفر هذان التفجيران عن مقتل طفلة إضافة لعشرات الإصابات بين المدنيين، ما دفع قوات الشرطة لاتخاذ إجراءات تفتيش مشددة على مداخل هذه الأسواق. طبعا نحن كقوة شرطة والأمن العام الوطني في مدينة الباب، نحن هاي الإجراءات روتينية دوما، بس في أيام الأعياد منكثف الدوريات، من نكثر التفتيش، بما انه تنوع انواع وضع العبوات بالاكياس والدراجات الناريه، قمنا بوضع عنصر تفتيش نسائي لتفتيش الحقائب. نتمنى نحن انه الجميع يتعاون معنا في تنفيذ مهامنا، وما انه وقت يصير اي شيء يتجمعوا مثلا او يجوا ليتفرجوا، حفاظا على سلامه من هذا الشيء. مديرية الشرطة والأمن العام كانت قد أصدرت تعميما يحوي تعليمات للأهالي بكيفية تعاملهم في حال حدوث تفجيرات أو في حال اشتباههم بجسم غريب، كما يحثهم على التعاون مع عناصر الشرطة لمحاولة ضبط الأمن قدر الإمكان. تشكل أسواق الأعياد تحدياً أمام قوات الشرطة والأمن العام في حمايتها، حيث أنها تشكل أهدافاً حساسة للهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق الشعبية وتجمعات المدنيين. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، مدينة الباب.